لسه كلامنا عن رياضه ما خلصش، وامبارح تشامبيونز ليج شفنا قمه ناريه اتلعبت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجه 1-1 في المباراه اللي جمعت بينهم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. ده حقيقة جمانة، يمكن النتيجة التعادل ده هتخلي إن حسم يعني بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بتأجيل لمباراة العودة في إنجلترا. تفاصيل أكتر عن مباراة امبارح ومباراة الذهاب وأيضا مباراة الإياب والمتوقع فيها، وكمان مباراة اليوم ما بين النجمين الكبيرين إيسي ميلان وإنتر ميلان الإيطالي، هنعرفها من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير يا كريم. صباح الخير لحضراتكم وصباح الخير لكل المشاهدين. ماتش كان قوي جدا طبعا امبارح، بنتكلم عن مانشستر سيتي وريال مدريد، وشفت بقى يعني مباراه ما بين كارلو انشيلوتي وبيب جوارديولا، ويعني ماتش كان قوي جدا. تعادل دقيقه 36، بعدها على طول كيفن دي بروين. يعني شفت كده المباراه ازاي واجواء المباراه ازاي امبارح؟ طبعا اتفرج على ماتش امبارح اكيد اتفاجئ بالاسلوب اللي لعب بيه ريال مدريد على ارضه. ريال مدريد على عكس المتوقع يعني لعب بشكل دفاعي بحت، ساب الكوره تقريبا للسيتي، تقريبا بنتكلم تقريبا يعني الاستحواذ اول 20 دقيقه بنتكلم 80 20 او ممكن 90 10. الموضوع كان غريب جدا. ريال مدريد طبعا واضح ان انشيلوتي كان عارف ان هو مش هيقدر يجاري اسلوب لعب جوارديولا في موضوع الاستحواذ، وان هو يلعب كمان ضغط عالي امر صعب جدا، خصوصا ويسيب مساحات لهالاند. ربما تكون طريقه ريال مدريد نجحت تماما في ان هالاند يكون اوت اوف جيم او بره المباراه، وده بيدل على الارقام. ارقام هالاند امبارح كانت اكثر من سيئه، بنتكلم ان هالاند خلال 90 دقيقه لمس الكوره 21 مره، لمس الكوره يعني هو اصلا كل يعني هو جه المشوار ده كله جه المشوار ده كله عشان يلمس الكوره 21 مره. شاط كورتين على المرمى، واحدة خارج المرمى وواحدة حصل لها بلوك، يعني أصلا مفيش كورة راحت للمرمى فعليا. طيب تمريرات حاسمة في التلت الأخير من الملعب صفر، عرضيات صفر، فرص محققة على المرمى صفر. فالأرقام طبعا بتؤكد ربما كان هالاند هو رغم طبعا يعني الموسم الاستثنائي اللي هو مقدمه، ولكن ربما كان من الافضل ان جوارديولا يلعب بمهاجم وهمي وما يلعبش بمهاجم صريح، لان اعتقد كارلو انشيلوتي قدر ان هو يحجم هالاند، وربما يكون الاسلوب ده هو اللي خلى طبعا كيفن دي بروينا هو اللي يظهر كالبطل المغوار للسيتي ويقدر ان هو يحقق هدف التعادل، وبالفعل هو كان يستحق نجم الماتش. طب ده لو بنتكلم على هالاند. نعم. ويمكن شفنا فريق بالكامل بيخدم عليه. أي. في حين ان صلاح مش ده اللي بيحصل معاه بالمثل. لو بنتكلم على الدوري الانجليزي. نعم. هل هيكون هو هداف الدوري الانجليزي؟ يعني اعتقد مقارنه طبعا يعني بعيده، لان طبعا المنظومه بتاعه السيتي مختلفه تماما عن منظومه ليفربول مع يورجن كلوب، وحتى دور محمد صلاح مختلف تماما عن دور هالاند. هالاند طبعا في الدوري بنتكلم فعلا حاجه ارقام استثنائيه، واعتقد هالاند خلال السنوات الجايه كل الارقام اللي اتحققت في كره القدم هو قادر على كسرها. احنا بنتكلم فعلا على 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 وحش في منطقه الجزاء، لكن ربما بقول ربما الاسلوب اللي امبارح عمله كارلو انشيلوتي في التعامل مع هالاند، خصوصا في حته ان هو يعني في المربع اللي بعيد عن الاطراف، ان هالاند كلاعب طويل ما بيتطرفش كتير على الجناحات عشان يستلم الكوره، اتقفلت تماما باتنين مساكين واتنين هاف ديفندرات قدامه، ففعلا خنقوه، اتخنق تماما واتعزل عن كيفن دي بروين. كيفن دي بروين كل ما بيبص له عشان يمرر له مش عارف يمرر له، فبالتالي بيلجا لتمريرات اخرى. ربما انديه كتيره بعد كده لما هتلاعب السيتي ربما تقتبس هذا الاسلوب من الريال. وطبعا نحتاج التاكيد في ماتش الاتحاد الاسبوع الجاي، يعني صحيح. محتاجين طبعا نشوف هل الاسلوب ده جوارديولا نفسه هيكسره ولا لا، لان اكيد انشلوتي برضو في وجهه نظري هيروح، لان طبعا احنا عارفين ان قاعده الهدف بهدفين خارج الارض في اوروبا اتلغت، وبالتالي خلاص انت بتلعب مباراه كانك بالظبط المباراه دي بتلعب بالصفر، الماتش الجاي هيتلعب كانه 0-0. فيعني لكن الحديث عن مقارنه ما بين الشكلين او اسلوب لعب محمد صلاح واسلوب لعب هالاند اعتقد بعيده شويه.
طيب هنرجع تاني لمان سيتي ريال مدريد. ريال مدريد يعني خلاص تأهل المربع الذهبي، واحنا بنتكلم دلوقتي على مان سيتي يعني يتأهل للنص النهائي. مين اقرب لحس التأهل؟ واحنا شايفين التاكتكس والاستراتيجيز، يعني شايف انه احنا بنتكلم الفريقين اقوياء وكل فريق ليه جيش وليه فيه اسامي قويه. يعني احنا بنتكلم على هالاند اتخنق، بس هالاند ارقامه برده يعني مرعبه، يعني غالبا 51 جون في 46 مباراه، يعني رقم كبير جدا. شايف مين اقرب؟ طبعا ماتش العوده الاسبوع الجاي اعتقد احنا يعني هيبقى له عوامل اخرى غير الماتش الذهاب. اعتقد في وجهه نظري عند السيتي عند جوارديولا، يعني جوارديولا طبعا هيشوف ان هو امبارح ربما نجح في الحصول على استحواذ الكوره. طبعا بنتكلم مفيش ماتش اعتقد للسيتي مع جوارديولا من ساعه ما تولى تدريبه من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات خسر الاستحواذ في اي مباراه. لكن في مباريات خصوصا في دوري ابطال اوروبا جوارديولا عقدته دايما ان هو في دوري الابطال ما بيقدرش يعني يمسك الكاس الا مع برشلونه، كانت يعني واضح ان هي ازمه. والازمه دي حتى ايفن لما وصل للفاينل قدام تشيلسي وبرده قدر المباراه كامله في اتجاه السيتي، تشيلسي قدر يعني بالهجمات المرتده ان هو يخطف الانتصار. طيب انا في وجهه نظري ان جوارديولا هيحاول ان هو يتعلم من اول 20 دقيقه في ماتش امبارح اللي اتفرج على المباراه، اول فعلا 20 دقيقه كل قاعد بيتفرج على الماتش مستني هدف للسيتي، خلاص الجون جاي فجاه هوب. فينيسيوس طبعا بيقدر ان هو يجيب هدف ولا اروع من تسديده من خلال منطقه الجزاء حتى، وبرده ريال مدريد تشاوميني كان هيقدر يعمل ده، كان واضح جدا جدا ان مانشستر سيتي كان عنده ازمه في المنطقه اللي قدام منطقه الجزاء وقدر ريال مدريد يشوط منها كتير. طيب فانا في وجهه نظري جوارديولا محتاج يتعامل مع حاجتين، محتاج يتعامل ان انا مش عايز استحوذ استحواذ سلبي اللي هو انا ماسك الكوره وعمال ادورها وانتهى الموضوع. انا في كل الاحوال كان واضح ان في ازمه عند سيتي في مجارات هجمات المرتده لريال مدريد، هم سرعة فعلا، حتى كريم بنزيما رغم ان هو تقيل وطويل وكل شيء، بس يمكن خلينا نتكلم على اللي متابع مسيره ريال مدريد تحديدا بيلاقي ان هم عندهم الفرصه في حسم المباراه في اللحظات الاخيره. والكل كان قاعد امبارح متاهب، لا هيجي جون ريال هيعملوها وهيقدروا ان هم يجيبوا هدف، لكن خيبوا الامال في الاخر. ايه سبب يعني التراجع للمعتاد اللي احنا بنشوفه دايما من ريال مدريد؟ سؤالك طبعا اكيد يعني له ارضيه كبيره وله منطق، وضعا في الاعتبار طبعا اللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي حصل السنه اللي فاتت. صحيح. في مباراه السيمي فاينل لما خلاص كان السيتي بالظبط قدامه دقيقتين بالظبط في برنابيو ويوصل للفاينل، وقدر ريال مدريد ان هو يرجع ويمد المباراه للوقت الاضافي قبل ما يحسم المواجهه في الوقت الاضافي. لكن انا في وجهه نظري ربما تكون المره دي الامر مختلف. ليه؟ لان السيتي السنة اللي فاتت نسخة السيتي السنة اللي فاتت مختلفة تماما عن نسخة السيتي السنة دي. نسخة السيتي السنة دي نسخة أكتر فاعلية، نسخة أكتر نجاعة في المباريات القوية. كل المباريات الكبيرة السيتي السنة دي ما خسرهاش، كل المواجهات الكبيرة قادر إن هو يحسمها، حتى قدام أرسنال. يعني أرسنال اللي مقدم موسم استثنائي للغاية في إنجلترا قدام السيتي فعلا ما قدرش إن هو يستحمل قوة السيتي. طب أنا أشوف إن المباراة الجاية أنا اعتقد ان جوارديولا واحد مش هيسمح انها تروح لوقت الاضافي، هو عارف في وقت الماتش كل ما هيروح ليمتد لاوقات اضافيه او ضربات ترجيح نسبه انتصار ريال مدريد هتزيد عن نسبه انتصاره هو. في وجهه نظري كمان هو هيحاول يعني يستغل بدايه المباراه، بدايه المباراه احنا دايما بنشوف ماتشات السيتي في الاتحاد اي منافس بيرتبك فعلا في اول نص ساعه، لو مونيا مرماه بهدف خلاص الماتش بيفتح لان بتبقى مجبر. يعني ريال مدريد لو استقبل هدف في ماتش الاياب في اول ثلث ساعه هيبقى انشيلوتي مجبر انه يخرج بره منطقته، وانس ان هو خرج بره منطقته خلاص المساحات بدات تبان للسيتي، واعتقد هيبقى ربما دور هالاند مختلف تماما عن الارقام السلبيه اللي شفناها امبارح. طيب ريال مدريد مش شرط ان انت تسيطر على وسط الملعب عشان تقدر تصنع فرصه هجوميه. نعم. شايف مباراة امبارح مين كان الوسط عنده كان احسن، مان سيتي ولا ريال مدريد؟ لا طبعا مانشستر سيتي طبعا مليون في المية، يعني ما فيهاش اي مساحة مقارنة، لان لعيبة بصراحة لعيبة الوسط لاي فريق بيلعب السيتي هيبقوا مظلومين ان هم بيلعبوا. لا يعني جوارديولا بيلعب 4-3-3 مفيش بلاي ميكر صريح، يعني دي بروينا ما بنقدرش نقول عليه ان هو رقم 10، هو لحد ما رقم 8
بيلعب ورا المهاجم واكيد بيرتد النص معاه. منظومه نص الملعب في السيتي منظومه فعلا مخيفه مرعبه، حتى مع اختلاف الاسماء هي منظومه واحده ايا كان مين اللي بيلعب. اسلوب اللعب بيخليك عاجز ان انا النهارده ارجع استرجع الكره بسهوله. خليني اديكي رقم يعني ندلل بيه على الكلام اللي احنا بنقوله. هجمه السيتي متوسط هجمه السيتي السنه دي في البطولات كلها اللي لعبها بتاخد من 45 ثانيه لغايه 3 دقائق. يعني اقل حاجه 45 ثانيه وممكن تصل الهجمه 3 دقائق. يعني 3 دقائق عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين الحته دي، الكوره في رجل الفريق 3 دقائق ده زمن طويل جدا. رقم طبعا طويل جدا. طيب عدد التمريرات في الهجمه الواحده يصل من متوسط اقل حاجه يعني على اقل تقدير ممكن مثلا من 50 تمريره لغايه ممكن ساعات يعدوا 100 تمريره في الهجمه الواحده. ده رقم كبير جدا 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 جدا. وبالتالي نقعد بقى عمالين نعد، يعني احنا هنا في مصر انا فاكر لما كان فريق في الدوري المصري يعمل 30 تمريره كان يعني نقول خبر ابيض ايه الحلاوه دي وبتاع. تخيلي ان الفريق بيعمل 30 تمريره في قد ايه؟ سيب الوقت حتى سيب الوقت يعني الكره في رجلينا 30 مره يعني حاجه حلوه قوي في 90 دقيقه. بقولك في قد ايه؟ فطبعا احنا بنتكلم على ليفل الكوره بصراحه. جوارديولا خد ليفل الكوره يعني المنطقه سخيفه، فالناس طبعا قالت له اوكي انت عايز الكوره خليها معاك، بس المهم ان انت اول ما تيجي عند الثلث الاخير هنا ستوب. صحيح عدي. وانا اعتقد هي دي كانت مهمه فالفيردي ومهمه توني كروس ومهمه خط وسط امبارح ريال مدريد. سيبوا الريال سيبوا السيتي معاه الكوره مفيش مشكله، لكن في ال 30% من الملعب ستوب، مفيش مساحات، مفيش اي هالاند ما يستلمش الكوره تحت اي ظرف، واذا فكر انه يستلم الكوره ما يلفش، لان هالاند وانس ان هو هالاند من المهاجمين اللي بيستلم الكوره بظهره، وانس ان هو لف خلاص شكرا تبقى الموضوع بالنسبه للمدافع. وده اللي احنا شفناه كريم امبارح. نعم. يمكن رغم سيطره السيتي لكن كان في خطوره للريال وكان هم الاكثر وصول ل يعني الجانب الاخر والمرمى الاخر. شفت ده ازاي برضو؟ يعني فريق مسيطر عامل كل اللي عليه ماسك الكوره فعلا. نعم. يعني انت قلت يعني الخلاصه زي ما قلت كده خليهم معاهم الكوره بس يوروني هيعدوا ازاي. بالظبط طبعا. لا هو طبعا الريال خلي بالك فعلا ما كان يعني لك ان تتخيل مثلا احنا ماسكين ريال مدريد وقاعدين في اوضه اللبس وبندرس السيتي، ايه الفرصه اللي عندنا سوى ان احنا نلعب هجمه مرتده؟ ما عندكش فرصه، مفيش حاجه تانية. اي محاوله ان انت تجاري الناس دي في لعب الكوره او اسلوب اللعب خالص انت بتنتحر، لانك وانسك هتفتح الجيم. حتى ارتيتا نفسه في ماتش الدوري فتح الجيم شويه وبدا يشوف لا يا جماعه هنلعب جيم تيت تيت او راس براس ويلا احنا مش خايفين منهم وننزل نكسبهم وبتاع شال سكور. فهي فكره في حته وانت ما عندكش رفاهيه هذا الامر انك كل حاجه بتضيع في لحظه. يعني شوف ارسنال في وسط كل هو عمله ده خلاص في اخر 4-5 أسابيع الدوري بيروح. فانشيلوتي طبعا مخضرم للغايه في دوري ابطال اوروبا. كارلو انشيلوتي من افضل المدربين في التاريخ اللي بيعرفوا يلعبوا المباريات الفيرست ليج والسكند ليج، بيعرف ازاي يتعامل فيها. هو انا وجهه نظري هو برده هيحضر في حاجات هيحضرها لماتش الاتحاد، بس بصراحه ريال مدريد ما كانش عنده حاجه ثانيه، يعني الاسلوب اللي هو انتهجه صح. التنفيذ طبعا في حاجه في فروقات فرديه، انا واحد زي كيفن دي بروين ده بيشوط كوره مش ممكن، يعني انا في وجهه نظري حتى هو مش شايف الجول، كان في مدافعين طوال قدامه. يعني روديجر ده في التلفزيون حاجه انت لو شفته على الحقيقه ضرفه، يعني حاجه مختلفه. هو الراجل بس ما شاء الله عليه يعني كيفن دي بروين واخد شوطه وكمان حتى اللي واقف في الجون يعني كورتوا ده يا جماعه 194 سنتي وانس ان هو فرد جسمه بالعرض قفل الجون اتقفل. فانت بتتكلم لا هنا دي فروقات فرديه. وانا اعتقد يعني ريال مدريد في وجهه نظري ربما النتيجه 1-1 في ملعبه وجماهير ريال مدريد احتشدت في سانتياغو برنابيو خارجه زعلانه، انا متاكد ان انشيلوتي كان خارج مبسوط ان هو ما اتغلبش في الماتش ده. طيب هرجع لنقطه انت اتكلمت فيها مهمه جدا، فكره ان هالاند يتقفل عليه. نعم. والتاكتيك او الاستراتيجيه دي او الطريقه دي. نعم. زي ما قلت ممكن يقتبسوها، ممكن نتعامل معاها لان احنا ما شفناهاش قبل كده، ما حصلتش ان ان ان, إن هالاند يعني يلمس الكوره صحيح 21 مره بس بالظبط، فدي ما حصلتش. نعم. فهنا بيب جوارديولا لازم هيلاقي حل للموضوع ده، يعني اعتقد ان التكتيك ده او الطريقه دي مش هتنفع تاني. عايز اقول لك يعني النقطه انت قلتيها دي
انا في وجهه نظري هي شغلت عقل جوارديولا بالظبط بعد مرور 15 دقيقه من الشوط الاول. كان هالاند واضح جدا ان هو مش مناسب للماتش ده. جوارديولا هو اللي ابدع فكره المهاجم الوهمي منذ ان كان مديرا فنيا لبرشلونه واستخدامه لميسي واستخدم فابريجاس واستخدم فيا، استخدم لعيبه كتيره جدا في المركز ده، وهو مؤمن تماما ان في مباريات انا ما ينفعش العب فيها بمهاجم كلاسيكي. تمام؟ اوكي. فضل جوارديولا على مدار سنين يدافع ويتخانق مع سامويل ايتو ويتخانق مع ابراموفيتش، وحتى في البايوجرافي بتاعت كل لعيب فيهم يعني ايتو طبعا ما فيش لقاء تلفزيوني بيطلع فيه الا ولازم يكيل السباب لجوارديولا. ابراموفيتش ما فيش مناسبه يطلع فيها الا لازم يتكلم على خناقته مع جوارديولا. جوارديولا فضل طوال السنين دي مؤمن تماما في بقى عدد من المباريات ما ينفعش العب فيها بمهاجم صريح، لازم استخدم فيها لعيب خط وسط واوظفه في المركز ده كمركز مهاجم مهاجم. انا في وجهه نظري امبارح طبعا جوارديولا بيخسر دوري اوروبا من ساعه ما راح بايرن ميونخ مع السيتي، مش عارف يكسب البطوله، وهالاند السنه دي مستوى يعني خزعبلي حاجه صحيح. مش ممكن بقى هو فجاه تخلى عن مبادئه، يعني هو تخلى عن مبادئه اللي جمانة بتقولها ان هو النهارده اعتمد انا مش هقدر عادو احتياطي، الناس هتاكل وشي، يعني بعد كل ده راح العب ريال مدريد في سانتياجو اقعد هالاند على الدكه، مع ان ده كان الصح ان كان هالاند ما يلعبش وكان فودن هو اللي ينزل بدايه المباراه كمهاجم وهمي. السؤال هنا بقى الحته ايه جمانة دي خطيره جدا بامانه، الاسبوع الجاي لو انت لعبت بنفس الطريقه فعلا هالاند 90 دقيقه مش عارف يكسر، مش عارف، معزول. السؤال هنا هل انت عندك رفاهيه انك ممكن في احتمال انك تكرر نفس اللي حصل او نفس السيناريو اللي حصل ماتش الذهاب ده؟ قرار خطير جدا.